ترتيب هواكم توب 10 لهالأسبوع هو على الشكل التالي. دخلت أغنية بقهوة صغيرة لباسمة التوب 10 واحتلت المرتبة العاشرة. بقهوة صغيرة وشتي نازل شفته عم يحكي وهي عم تضحك ومن السيارة اللي أنا فيها تذكرت الماضي بأول مرة. أغنية الله لا يحرمني منك لعماد حاوي تراجعت مرتبة واحدة عن الأسبوع الماضي وصارت بالمرتبة التاسعة. شو بحبك وبغار عليك يا حبيبي أنا قلب عليك شو بحبك وبغار عليك قرب مني بدي ضمك خلي خدي لامس تمك. سين الديك وأغنية غيرك ما بختار بالمرتبة الثامنة. بالمرتبة السابعة أغنية كيف قدرتي لزكي شريف. يعني ما تمسح ما أثر فيكي جرح ولا ندمتي علي روح دمعك حلو ما في منح. يعني ما تمسح ما أثر فيكي جرح. هشام الحاج وأغنية يا عمري تراجعت من المرتبة الرابعة للمرتبة السادسة لهالأسبوع. يا ظالم لربيع الأسمر عم تتقدم هالأسبوع وتحتل المرتبة الخامسة. واللي ما يصون حبابا يغلق بوجه بابا ما يستاهل شوفت عين عصا تعلم عجنابا. المرتبة الرابعة أغنية بخاطريك لعبد الجليل. لهالأسبوع للفنانة لطيفة مع أغنية أحلى ما فيها. مش قادرة أصدق اللي شايفة وبسمعه معقول خلاص قلبك وقلبي تجمعه. من بعد ما تصدرت التوب 10 هواكم الأسبوع الماضي أغنية الطلقة الروسية لأنس كريم تراجعت للمرتبة الثانية هالأسبوع. أنا بتحدى كل الأعمار من السبعة حتى التسعين مش أفوك وعقل النظار. أنا بقطع إيدي اليمين أنت منك عادي يا بعي كل منطقي بيقلي مثل الطلقة الروسية إذا ما قتلت بتشلي. أما صوت ربابة لنصيف زيتون تقدمت بشكل كبير عن الأسبوع الماضي واحتلت المرتبة الأولى. أنا كفارك تحبي